السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في كتاب شرح غاية السول، المتن والشرح من تأليف الإمام جمال الدين ابن عبد الهادي الدمشقي المعروف بابن المبرد رحمه الله، وبلغنا قوله: ولا بد من العلاقة بين مسمى الحقيقة والمنقولة إليه، في صفحة 109 في أثناء مباحث الحقيقة والمجاز. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: ولا بد من العلاقة بين مسمى الحقيقة والمنقولة إليه كالأسد والشجاع، والعلاقة بينهما الشجاعة، فإذا لم توجد العلاقة فلا نقل. وقد تكون أي العلاقة بالشكل أي المشاكلة بينهما كالإنسان للصورة المصورة والفرس للصورة المنقوشة والشجرة لشبهها المنقوشة، أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها، ولما كان كالعبد على العتيق إذا كان عبدا، أو آيل كالخمر على العصير إذ يؤول إليه، ولا فرق في الآيل بين أن يكون الآيل قطعاً كالموت في قوله إنك ميت وإنهم ميتون، أو ظناً كالخمر في العصير، فإن كان احتمالاً لم يسق التجوز، فلا يسمى من لم يعتق حراً قبل عتقه ولو احتمل عتقه، ولم أو لمجاورة أو لمجاورة نحو جرى الميزاب، وإنما جرى ما جاوزه وهو الماء. أحسنت. قال: ولا بد من العلاقة بين مسمى الحقيقة والمنقولة إليه. المجاز مشروط، مشروط بشرط، أي يشترط لصحته شرط وهو وجود العلاقة بين معنى المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي نقلت اللفظة إليه، فلا يصح استعمال لفظ في أي لفظ في أي معنى كيفما اتفق، لأن المجاز لغة العرب كما أن الحقيقة لغة العرب، فلا تصح كيفما كان، بل لا بد من وجود علاقة ومعنى جامع بين الحقيقة والمجاز، لأجله أطلقت اللفظة في معناها المجازي دون الحقيقي. فالأسد أظهر ما فيه هو الشجاعة، فإذا رأيت رجلا شجاعا قلت رأيت أسدا يقاتل بالسيف، فيصح. أما إذا لم توجد علاقة فلا، كما قال هنا: فإذا لم توجد العلاقة أي بين الحقيقة وما نقلت إليه وهو المجاز فلا نقل، يعني فلا مجاز، لأن المجاز نقل، نقل للفظة من معناها الأولي الوضع الأولي إلى الوضع الثاني إلى معنى آخر لوجود علاقة جامعة بينهما، فلا يصح تسمية الجبان أسدا، ولا يصح تسمية القصير نخلة ونحو ذلك لعدم وجود العلاقة. ثم قال: وقد تكون، هذا شروع في بيان علاقات المجاز، وقد أطال فيها المصنف رحمه الله، فقال: العلاقة بالشكل، الشكل معناه الصورة يعني الهيئة المحسوسة المشاهدة، قال: أي المشاكلة بينهما كالإنسان للصورة المصورة، تنظر إلى صورة زيد صورة مثل التصوير هذا الموجود في هذا العصر،
فتقول هذا زيد، فهل الصورة زيد؟ نقول لا، هذا مجاز. ولما صح لوجود العلاقة؟ ما العلاقة؟ هي المشاكلة الشكل. قال: والفرس للصورة المنقوشة أي المرسومة، كذلك لو وجدت صورة فرس على حائط أو غيره تقول هذا فرس، كما هو استعمال الناس اليوم، والواقع أنه ليس فرسا، أنه ليس فرسا وإنما هو صورة الفرس، فهو استعمال مجازي. قال: والشجرة لشبهها المنقوشة، رسمة شجرة أو صورة شجرة فتقول هذه شجرة، فهذا أيضا مجاز. ثم قال: أو في صفة ظاهرة، هذه العلاقة الثانية من علاقات المجاز. قال: أو في صفة ظاهرة، أي الاشتراك في صفة ظاهرة، اشتراك المجاز والحقيقة في صفة من صفات الحقيقة، وتكون هذه الصفة ظاهرة، يعني أبرز صفات الحقيقة. قال: كالأسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها، فإن أبرز صفات الأسد هي الشجاعة، فلهذا صح في المجاز أن تقول رأيت أسدا يقاتل بالسيف، تريد رجلا شجاعا، والعلاقة بين الرجل الشجاع والأسد هي الصفة المشتركة بينهما الظاهرة في محل الحقيقة، وهي الشجاعة. قال: لا على الأبخر لخفائها، من صفات الأسد البخر، والبخر هو نتن رائحة الفم أكرمكم الله، نتن رائحة الفم، فلو وجدت زيدا وهو أبخر له لفمه رائحة مستكرة، ما يصح أن تقول رأيت أسدا، لا ما يصح هذا. لماذا؟ مع وجود صفة مشتركة بينهما، فنقول لأن هذه الصفة المشتركة ليست ظاهرة بارزة مشهورة في محل الحقيقة، ليست كذلك، ليست ظاهرة ولا مشهورة في محل الحقيقة. قال: ولما كان، هذه العلاقة الثالثة من علاقات المجاز. ولما كان يعني ماذا؟ يعني إطلاق اللفظ لمعنى كان موجودا ثم زال، كان موجودا ثم زال، فأنت تستحضر ماذا؟ المعنى الأول القديم الذي زال، وكأنه موجود في الحال الثانية كما كان موجودا في الحال الأولى. قال: كالعبد على العتيق إذا كان عبدا، يعني في السابق، إذا كان عبدا في السابق فيما قبل، فزيد كان عبدا بالأمس ثم اعتقه سيده اليوم، فتقول هذا عبد، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ هذا مجاز لأنه حر. طيب لماذا سميته عبدا؟ ما العلاقة؟ فتقول اعتبار ما كان، لأنه بالأمس كان عبدا. ثم تقول أو ثم قال عفوا: أو آيل كالخمر على العصير، هذه العلاقة الرابعة من علاقات المجاز، وهو اعتبار ما سيكون، اعتبار ما سيكون عكس الذي قبله. قال: كالخمر على العصير إذ يؤول إليه، إني أراني أعصر خمرا، هذا حقيقة أو مجاز؟ قالوا هذا مجاز، لأنه لن يعصر خمرا إنما يعصر عصيرا، هو يعصر عصيرا. طيب لما سماه خمرا وهو عصير؟ فنقول باعتبار ما سيكون، أي أنه سيكون فيما بعد خمرا. قال: ولا فرق في الآيل بين أن يكون الآيل قطعا أو ظنا، يعني اعتبار ما سيكون لا فرق فيه بين القطعية وبين غلبة الظن، فمثال القطعية إنك ميت وإنهم ميتون،
فإن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان حياً، لأن الوحي يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له إنك ميت مع أنه حي، فنقول هذا مجاز باعتبار ما سيكون، أي أنه سيؤول حاله صلى الله عليه وسلم وحال غيره من الناس إلى الموت. إذن هذا آيل على سبيل القطعية، يعني سوف يكون قطعا. ثم قال أو ظنا، يعني اعتبار ما سيكون ظنا، إذ لا غلب على ظن المتكلم أن هذا الأمر سيكون في هذا الشيء. قال كالخمر في العصير، فإن العصير قديما لم تكن له وسائل الحفظ كما هي اليوم، فمع الحرارة والرطوبة سوف يتغير من حال كونه عصيرا إلى حال كونه خمرا، لكن ليس شرطا، يعني ليس هذا قطعا. لماذا؟ لأنه قد يستهلك قبل أن يصير خمرا. ثم قال فإن كان احتمالا لم يسغ التجوز فلا يسمى من لم يعتق حرا قبل عتقه ولو احتمل عتقه. يقول إن كان يعني هذا الظن مجرد احتمال، احتمال مجرد لا يغلب على ظن المتكلم، فإنه لا يسوغ التجوز. فلو جاء إلى عبد من عبيد زيد اسمه عمرو مثلا، وليس هناك نية لسيده أن يعتقه ولا يعتق غيره، فقال لأحدهم ماذا؟ أنت حر، يعني يقول أنا أتجوز بالكلام، أقول أنت حر مع أنه عبد باعتبار ما سيكون، أين الذي سيكون؟ لا يوجد، هذا مجرد احتمال لا سند له. طيب ومتى يصح إذن؟ فنقول يصح في هذه الحالة إذا غلب على الظن، بأن يسمع سيده مثلا يقول سوف أعتق العبد الذي اسمه عمرو وعد، فجاء فقال عمرو أنت حر أو هذا حر، وقال هذا تجوز باعتبار ما سيكون، فنقول حينئذ يصح لأنه صار غلبة ظن بخلاف الذي قبله. قال أو لمجاورة، هذه علاقة أخرى من علاقات المجاز وهي المجاورة بين، نعم الخامسة، نعم العلاقة الخامسة من علاقات التجوز وهو المجاورة، المجاورة لمحل الحقيقة، مجاورة المجاز لمحل الحقيقة. كيف؟ قال العرب تقول جرى الميزاب، إذا رأوا الماء يسيل من الميزاب يقولون جرى الميزاب، فهل هذا حقيقة؟ الميزاب هو هذه الآلة تجري؟ لا، الذي يجري هو الماء، الماء المنسكب منه. طيب وما العلاقة بين الماء وبين الميزاب التي سوغت هذا التجوز؟ هو المجاورة، المجاورة، فإن الماء جاور أي اتصل بمحل الحقيقة وهو الميزاب. والعرب تقول سال الوادي، إذا نزل المطر الكثير وصارت الوديان تجري يقولون سال الوادي، فهل الوادي يسيل أو باق في مكانه؟ الوادي لازال في محله في مكانه، وإنما الذي سال هو الماء. واضح؟ نعم. ومنه أمطرت السماء كذلك. نعم تفضل يا شيخ. ويتجوز أيضا أي بغير هذا على سبيل المجاز بالمفعول عن الفاعل، كقولنا في الكتاب شيخ جالس على كرسي. في الكتاب، أصلح الخطأ في الضبط، كقولنا في الكتاب. أحسن الله عليك. كقولنا في الكتاب شيخ جالس على كرسي،
وبالعلة عن المعلول كقولك رأيت الله في كل شيء، لأنه سبحانه موجد كل شيء، ومعناه رأيت كل شيء فاستدللت به على الله. واللازم على عن الملزوم كتسمية السقف جداراً لأن الجدار لازم له، والإنسان حيواناً لأن الحياة لازمة له. والأثر عن المؤثر كتسمية ملك الموت موتاً لأن الموت أثر له. وما بالقوة على ما بالفعل كتسمية الخمر مسكراً إذ فيه قوة الإسكار. وبالعكس فيهن فيتجوز بالفاعل عن المفعول وبالمعلول عن العلة كالتجوز بلفظ المراد عن الإرادة وبالملزوم عن اللازم كتسمية العلم حياة لأنه ملزوم الحياة وبالمؤثر عن الأثر كقولك رأيت الله وما أرى في الوجود إلا الله يريد آثاره الدالة عليه وما بالفعل على ما بالقوة كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة. نعم إلى هنا قال ويتجوز أيضاً لا زال يذكر علاقات المجاز أنواع من المجاز فقال ويتجوز بغير هذا فمن ذلك التجوز بالمفعول عن الفاعل وصوابه التجوز بالفاعل عن المفعول. لو تأملنا المثال هو تجوز بالفاعل عن المفعول. انظر ماذا قال في المثال، قال كقولنا في الكتاب، قولنا ماذا؟ هذا شيخ جالس على كرسي، أو تقول هذا شيخ جالس على رف، على الرف. أين التجوز في أي كلمة؟ في كلمة شيخ. وهل الكتاب شيخ أو مصنفه؟ مصنفه الفاعل الذي صنفه هو الشيخ، فتجوز بكلمة شيخ وأريد ماذا؟ المفعول. ما هو المفعول؟ الكتاب الذي صنفه هذا الشيخ. يعني طبعا هذا مجاز. لماذا؟ لأن الكتاب لتنوع علمه كأنه شيخ جالس على كرسي. ثم قال وبالعلة عن المعلول، يتجوز بالعلة يعني تطلق العلة ويراد معلولها، يطلق السبب ويراد مسببه. قال كقولك رأيت الله في كل شيء. طيب لماذا هو مجاز؟ قال لأنه سبحانه موجد كل شيء. ومعنى هذا الكلام رأيت الله في كل شيء أي رأيت كل شيء فاستدللت به على الله. يقولون يعني يقول المصنف كأنه يقول أطلق العلة وأريد المعلول، وهذا المثال فيه ما فيه، لأن هذا يعني فيه شبه موافقة الفلاسفة في تسميتهم لله سبحانه وتعالى علة، ويقولون هو العلة الأولى، تعالى الله علوا كبيرا. أسماء الله توقيفية، ما يصح أن يخترع له اسم ما نص عليه الشرع. فالأحسن يعني الأحسن من هذا أن يقول مثل التعبير بالإرادة عن المراد، التعبير بالإرادة عن المراد. مثل ماذا؟ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ويريدون هذا مجاز، لأن المراد هم يفرقون بين الله وبين رسله، فعبر عن الفعل الذي هو مسبب بسببه وهو الإرادة، فإن الإرادة علة ومعلولها هو الفعل الظاهر الذي صدر بعد هذه الإرادة. قال واللازم عن الملزوم، أيضا من صور المجاز إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، وهو قريب من الذي قبله.
قال: كتسمية السقف جداراً، فتقول: خر الجدار، وإنما تريد خر السقف. قال: لأن الجدار لازم له، فإنه لا يوجد سقف إلا بجدران يقوم عليها. قال: ومثال آخر: تسمية الإنسان حيواناً لأن الحياة لازمة له، فهذا من إطلاق اللازم وإرادة ملزومه، يعني ما لزم عنه، فيلزم من وجود إنسان أن يكون ماذا؟ حيواناً ناطقاً، فالحياة صفة ملازمة له. قال: والأثر عن المؤثر، من صور المجاز إطلاق الأثر وإرادة المؤثر. قال: كتسمية ملك الموت موتاً، تقول: جاءه الموت، يعني جاءه ملك الموت، فأين الأثر وأين المؤثر؟ الأثر هو الموت، والمؤثر أي فاعله هو ملك الموت. قال: لأن الموت أثر له. ومن أمثلته أن تقول: إنما زيد سفر وترحال، زيد سفر وترحال، فهل زيد سفر وترحال على الحقيقة؟ لا، هو إنسان، والمقصود ماذا؟ أنه مسافر ومرتحل. أطلقت الأثر الصادر عن زيد وهو كثرة السفر والترحال، وإنما أردت المؤثر وهو ذلك الرجل. قال: وما بالقوة على ما بالفعل، القوة والفعل من مصطلحات المناطق والمتكلمين، وتذكر أيضا في كتب أصول الفقه، ويقصدون بالقوة الإمكان، الإمكان، إمكان حصول هذا الشيء، والفعل عكسه وهو وقوعه فعلا. فلو قلت عن رجل كبير يقرأ ويكتب: هو كاتب، فهو كاتب بماذا؟ بالفعل. ولو قلت عن الطفل الرضيع: هو كاتب، يعني يستطيع أن يكتب الحروف، فنقول: هذا كتابة بماذا؟ بالقوة وبالفعل؟ بالقوة. ما معنى بالقوة؟ بالإمكان، يعني يمكن أن يكبر فيصير كاتبا. فقال: وما بالقوة على ما بالفعل، كتسمية الخمر مسكرا، فتقول: زيد شرب المسكر، وهو ما هو شرب الخمر، لكن الخمر فيه قوة الإسكار. ما معنى قوة الإسكار؟ يعني إمكان حصول الإسكار لهذا الرجل الذي شربه. وتسمية النطفة إنسانا، تقول: في بطنها إنسان، وهي في أول الحمل لا زال نطفة، فكيف تقول هو إنسان؟ فتقول: هذا مجاز، لأنه من حيث ماذا؟ من حيث القوة هو إنسان، يعني من حيث الإمكان يمكن أن يصير في يوم من الأيام إنسانا بأن يولد ويصير يعني إنسانا معروفا مشاهدا. قال: وبالعكس فيهن، وبالعكس فيهن، يعني فيما مضى الذي قرأناه، التجوز بالفاعل عن المفعول إلى قوله بالقوة على ما بالفعل، العكس في هذه الصور التي قرأناها. قال: فيتجوز بالفاعل عن المفعول، فيتجوز بالفاعل عن المفعول، فهو في عيشة راضية، راضية بمعنى مرضية، ليست العيشة هي التي ترضى عن ساكنها من أهل الجنة، وإنما هو الذي يرضى عنها، فالذي وقع عليه فعل الفاعل هي العيشة، والفاعل هو ساكن الجنة، من دخل الجنة، فهو في عيشة راضية، يعني في عيشة
مرضية، يعني هو رضي عنها هذا المسلم الذي دخل الجنة. قال: وبالمعلول عن العلة، وبالمعلول عن العلة، إطلاق المعلول وإرادة علته. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. إذا قمتم، أو معنى إذا أردتم القيام، متى الإنسان يتوضأ؟ إذا أراد القيام. إذا عبر بالقيام وأراد، يعني المقصود ماذا؟ إرادة القيام. فأطلق لفظ المعلول الذي هو الفعل الذي يصدر من المكلف بعد إرادته وهو القيام، وأراد علته. ما هي العلة التي تقتضي قياما؟ هو إرادة القيام، الصلاة. قال: وبالملزوم عن اللازم، من صور المجاز إطلاق الملزوم وإرادة لازمه، كتسمية العلم حياة. فإذا رأيت يعني العلم وأحوال المتعلمين تقول عن العلم: هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. فأطلقت الملزوم وأردت ماذا؟ اللازم، إذ يلزم من العلم ماذا؟ حياة القلوب. وكذلك تقول: انهار السقف، وأنت ما تريد السقف إنما تريد الجدار، فهذا كذلك. ثم قال: وبالمؤثر عن الأثر، إطلاق المؤثر وإرادة أثره، كقولك: رأيت الله وما أرى في الوجود إلا الله. كأنك تقول ماذا؟ يعني ماذا؟ وما أرى في الوجود إلا الله، يعني وما أرى في الوجود إلا مخلوقات الله. فأطلق المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى الفاعل لهذه الأشياء، وأراد الأثر وهي تلك الموجودات المخلوقات التي خلقها الله. وتقول: هذه إرادة الله، كما هو استعمال الناس إلى اليوم، إذا رأوا أصيب إنسان بمقدور بقدر قالوا: هذه إرادة الله. والمراد هذا مقدور الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أثر من آثار إرادة الله، فإذا أراد الله شيئا قدره. قال: وما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الإنسان الحقيقي ماذا؟ نطفة. ومنه قول بعض العلماء: إنما أنت نطفة مذرة. فهل هو نطفة أو إنسان كبير بالغ عاقل؟ هو إنسان، فلماذا سماه نطفة؟ أطلق ما بالفعل وأراد ما بالقوة، وهو كونه نطفة من قبل. وتلاحظون أن إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة والعكس قريب من اعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. نعم. نعم. وبالزيادة وبالنقص، وبالزيادة احذفوها، وضعها هنا خطأ في الكتاب، والصواب ما في نسخة واو. قال في الهامش: في نسخة واو بدون كلمة وبالزيادة، وهو الصواب. يعني تبدأ العبارة هكذا: وبالنقص، أي ويتجوز بالنقص، ثم مثل له. طيب، والزيادة سيذكرها فيما بعد في قوله وضد هذه الأشياء عكسها. أحسن الله عليك. وبالنقص، أي ويتجوز بالنقص، نحن واسأل القرية، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حبه. ويسمى الشيء باسم غايته، وهو ما يؤول إليه، كتسمية العقد نكاحا لأن غايته النكاح، وكذلك العصير خمرا. وضده، أي ويسمى الشيء باسم ضده، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. والجزء باسم الكل، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس. وبالعكس فيهن، أعني فيما يكون العكس فيه، فيما يمكن العكس فيه،
أحسن الله عليك. أعني فيما يمكن العكس فيه، فمن ذلك التجوز بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، ومن ذلك تسمية الغاية باسم معناها كقولهم للنشوة الحاصلة باسم مغياها، ومن ذلك تسمية الغاية باسم مغياها بدل معناها اكتب مغياها تصحفت. نعم أحسن الله عليك. ومن ذلك تسمية الغاية باسم مغياها كقولهم للنشوة الحاصلة في رأس السكران خمرا، فهم يقولون إن في رأسه خمرا. ويسمى الكل بالجزء كقولهم في الليل أسود وإن حصل فيه البياض والضوء، وكذلك في العبد وإن كان فيه ما هو أبيض. وثم أشياء من أنواع التجوز لم نذكرها. نعم أحسنت. قال وبالنقص من صور المجاز النقص، قال يتجوز بالنقص كقوله تعالى واسأل القرية، يعني الاختصار، النقص يعني الاختصار، طويل بعض الكلام يعني يطوى بعض الألفاظ من الكلام، ولا شك أن هذا من المجاز ومن البلاغة. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهل القرية. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي وأشربوا في قلوبهم حب العجل. ثم قال ويسمى الشيء باسم غايته، أي من صور المجاز تسمية الشيء باسم غايته التي يؤول إليها، وهو أيضا كما قلنا قريب من اعتبار ما سيقول. قال كتسمية العقد نكاحا، فتقول هذا نكاح زيد، أي العقد، لأنه يؤول إلى نكاح بين الطرفين. قال لأن غايته النكاح. وتسمية العصير ماذا؟ خمرا، إني أراني أعصر خمرا، أي عصيرا يصير فيما بعد خمرا، فمآله وغايته إلى أن يكون خمرا. ثم قال وضده، أي تسمية الشيء باسم ضده، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقوله سيئة مثلها سيئة مثلها، وقوله فاعتدوا عليه، هذا من قبيل المجاز، وعلاقته الضدية، علاقته ماذا؟ الضدية، لأن هذا ليس اعتداء عليه، وليس هذا سيئة، بل هو عقوبة، وهو شيء حسن، لأنه يردعه ويردع غيره، فهو ليس اعتداء. والعرب تقول زيد سليم، زيد سليم أي سقيم، إذا أصابه مرض قالوا سليم، زيد سليم، فهذا مجاز، هو ليس سليما، هو سقيم، لكن باعتبار ماذا؟ الضدية. نعم جزاك الله خير. قال والجزء باسم الكل، من صور المجاز إطلاق الجزء، عفوا إطلاق الكل وإرادة الجزء، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، كلمة الناس عامة وعمومها واسع، لأنها تشمل كل فرد من البشر. وهل جميع البشر قالوا للصحابة إن الناس جمعوا لكم؟ لا، وإنما هم ثلاثة نفر من المنافقين في بعض الأقوال، فهم بعض المنافقين أرادوا الإرجاف فقال للصحابة هذه المقالة فسماهم الله الناس، الذين قال لهم الناس، وإنما هم بعض الناس. ثم قال وبالعكس فيهن، فيما مضى من عند قوله وبالنقص إلى قوله الكل وإرادة الجزء، أتى الآن بعكس هذه الصور، فهي أيضا من قبيل المجاز. قال وبالعكس فيهن، أعني فيما يمكن العكس فيه. طبعا استدرك المصنف رحمه الله، لأنه من قبل أطلق العبارة، تذكرون من قبل قال وبالعكس فيهن في صفحة 111،
ثم قال هنا وبالعكس فيهن، ثم عاد وقال أعني ما يمكن العكس فيه، لأن بعضه لا يمكن عكسه مثل إطلاق الشيء وإرادة ضده، فإنه لو عكسته صار حقيقة ما صار مجازا. في قولنا هذا سليم، وإرادة العكس عكس السقيم صار حقيقة ما صار مجازا، وبقية الصور صحيحة. قال فمن ذلك التجوز بالزيادة، فهو عكس النقص الذي ذكرناه، كقوله تعالى ليس كمثله شيء. قالوا الزيادة في حرف الكاف، وطبعا الزيادة لا يقصدون بها الحشو، وإنما هو اصطلاح اصطلاح، وإلا القرآن ليس فيه زيادة، ليس فيه زيادة يعني ليس فيه حشو، تعالى كلام الله عن ذلك، لكن هو مجرد اصطلاح، ولهذا يقولون زائد للتوكيد، فهو أبلغ وجوده أبلغ من عدم وجوده. وهزي إليك بجذع النخلة، يعني هزي إليك جذع النخلة، فالباء أيضا تجوز بالزيادة. يسمى عقدا ويسمى ويسمى وطئا كما سوف يأتي إن شاء الله، يأتي معنا إن شاء الله. قال ومن ذلك تسمية الغاية باسم مغياها، باسم مغي يعني إطلاق المغيا وإرادة الغاية، كقولهم للنشوة الحاصلة في رأس السكران خمرا، فيقولون في رأسه خمر، وهل في رأسه خمر أو في رأسه سكر؟ في رأسه سكر، وهذا معنى قوله النشوة، النشوة يريد بها السكر، يعني يقصد بها السكر. فقولهم في زيد في رأسه خمر، أي في رأسه ماذا؟ سكر. قال ويسمى الكل بالجزء، يسمى الكل بالجزء يعني إطلاق البعض وإرادة الكل، كقولهم في الليل أسود، فتقول هذا ليل أسود بهيم، مع أن الضوء والبياض حاصل في بعض أجزائه. والعبد إذا كان أسود اللون تقول هذا عبد أسود، فكيف تقول أسود؟ فتقول المراد بعضه، لأن فيه بياضا كأسنانه وأظفاره وبطون يعني وراحته وبطون قدميه وغير ذلك. وطبعا كلمة بعض لا تدل كما قلنا من قبل، لا تدل على قلة ولا كثرة. وثم أشياء من أنواع التجوز لم نذكرها، يعني اختصارا، لأنه في مقام الاختصار فلا يليق أن يأتي على كل شيء في مثل هذه المسألة ونحوها، مثل التجوز بالمحل عن الحال، عن الحال بتجديد اللام، التجوز بالمحل وإرادة الحال اللي فيه، فتقول سألت الديار كما يقول الشعراء، فهل سأل الديار أو أهل الديار؟ أهل الديار. وكذلك عكسه، يعني التجوز بماذا؟ بالحال عن المحل، فإذا أعطيت شخصا كأسا فيه ماء تقول أمسك الماء، وإنما تريد أمسك الكأس الذي فيه ماء. وكذلك تسمية البدل باسم مبدله والعكس، وصور أخرى يذكرها الأصوليون وعلماء البلاغة. نعم، تفضل يا شيخ. ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح، أعني لا يشترط في إطلاق الاسم على مسماه المجازي. هل يشترط بهل بالاستفهام، هل يشترط؟ أعني هل يشترط في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله نعم، غير الضبط، نقله بضم اللام، هل يشترط نقله نائب فاعل،
هل يشترط في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب؟ فالأكثر لا يشترط، وإنما تكفي العلاقة وحكي عن بعض أصحابنا لا بد من النقل. وإنما قلنا في الآحاد كما قال ابن اللحام وغيره، وإنما قالوا ذلك لأن المجاز في المفرد، فقد قال ابن الحاجب وغيره والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب. نعم، نأخذها مسألة مسألة. قال ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح، هذه مسألة، وعاد وعنون لها بالاستفهام فقال هل يشترط في إطلاق الاسم اللفظ يعني على معناه المجازي أن يكون منقولا عن العرب؟ هل يشترط النقل في الآحاد؟ الآحاد معناها آحاد الأمثلة والصور، يعني مثالاً مثالاً، صورةً صورة، لفظاً لفظاً، هل يشترط هذا؟ فقال الأكثر لا يشترط، أكثر العلماء أنه لا يشترط النقل عن العرب في آحاد صور المجاز، في آحاده يعني في أمثلته. لماذا؟ قالوا لأن العرب لم تزل تستعمل، والشعراء والأدباء والمصنفون في فنون العلم لم يزالوا يستعملون آحاد الأمثلة، ولا يتوقفون عند كل مثال ويقولون لا بد من طلب بيت شعري أو كلام مثل معنى مثال العرب أو كلام منقول على العرب يصحح لنا هذا الاستعمال الخاص. بمعنى أن مذهب الأكثرين فيه تفصيل، فقالوا يشترط النقل في أصول المجاز، في أصول المجاز لا في آحاده، يشترط النقل عن العرب في أصول المجاز لا في آحاده، يعني يشترط في النوع لا في الشخص، بمعنى أنه يكفي أن العرب مثلاً تستعمل إطلاق الكل وإرادة البعض، لابد من النقل عن العرب، يعني لابد من وجود أمثلة تصحح هذا النوع من المجاز، يشترط النقل. لكن في أحاده، في أحاد أمثلته أطلاق الكل وإرادة البعض، لا يشترط أن ينقل عن العرب في كل مثال مثال من أمثلة هذا النوع، ما يشترط هذا، وإلا لوقع الناس في حرج عظيم. وأين الذي يثبت النقل عن العرب في كل مثل من أمثلة كل نوع من أنواع المجاز؟ إذن يشترط النقل عن العرب في ماذا؟ في أصول المجاز لا في أحاده، لا في أحد أمثلته. فالعرب لو لم تستعمل مثلا الكل وإرادة البعض لم يصح ما تحته من الصور والأفراد، لكن إن صح عن العرب وقد صح كما مر في الأمثلة، حينئذ لا تتوقف بعد ذلك في أحد أمثلته بأن تقول لن أستعمل أي مثل وأي لفظ من ألفاظ وأنواع هذا النوع، وهو إطلاق الكل مثلاً وإرادة البعض، أو إطلاق اللازم وإرادة ملزومه، بأن تقول لا أستعمل أي مثال إلا بأن أنظر أولاً في كلام العرب هل أستعمله هكذا أو لا، لا، لا يشترط هذا. قال وإنما تكفي العلاقة، هذا المذهب الأول، وحكي عن بعض أصحابنا، هذا المذهب الثاني في المسألة، عن بعض الحنابلة وبعض الشافعية لا بد من النقل، يعني أنهم يشترطون النقل في كل مثال، كل مثال تذكره من أمثلة المجاز أيا كان لا بد أن تشهد له لغة العرب. لماذا؟ قالوا لأن المجاز لغة العرب كما أن الحقيقة لغة العرب، فلو صح المجاز من غير نقل لكان اختراعاً على العرب، تخترع أنت شيئاً ما قالته العرب، وهذا ما يصح، كما أنه لا يصح في الحقيقة فلا يصح في المجاز. ثم قال المصنف رحمه الله وإنما قلنا في الآحاد كما قال ابن اللحام وغيره،
يعني متابعة لابن اللحام وغيره، هذا مقصوده يعني. وإنما أتينا في عنوان المسألة بكلمة في الآحاد، وصار مذهبا للقائل به وهم الجمهور متابعة لابن اللحام وغيره من الأصوليين. طيب، ثم قال: وإنما قالوا ذلك، يعني الآن يبين سبب قوله، منشأ هذا القول. قال: وإنما قالوا ذلك لأن المجاز في المفرد، فقد قال ابن الحاجب وغيره، ابن الحاجب الإمام المشهور أبو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب الفقيه المالكي الأصولي، متوفى سنة 646 هجرية، قال ابن الحاجب رحمه الله: والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب. هذا اختيار الإمام ابن الحاجب. قال: وإنما قالوا ذلك، الضمير في قالوا يرجع إلى أي مذهب؟ الثاني، أحسنت، إلى أصحاب المذهب الثاني. يعني وإنما قال أصحاب المذهب الثاني باشتراط النقل عن العرب في آحاد صور المجاز، في آحاد صور المجاز بناء على مذهب لهم في المجاز، ما هو؟ أن المجاز في المفردات لا في التراكيب. هذا اختيار ابن الحاجب. ومعنى المجاز في التركيب يعني في الإسناد، الإسناد الحكمي، إسناد شيء إلى شيء. التركيب أصلاً معناها كلمة مع كلمة حتى يصير تركيباً، أي أسلوباً، أي جملة تامة. ومن لوازم ذلك وجود الإسناد، وإلا ما صار تركيباً، ما صار كلاماً تاماً. فالمراد المجاز في الإسناد الذي نسميه المجاز العقلي، المجاز العقلي. وطبعاً هذا المذهب مذهب شاذ لابن الحاجب، لكن فقط يكفي أن نتصوره. يقصد المجاز في المفردات أي في أحد الكلمات. فمثلاً يذكرون من أمثلة المجاز الإسنادي، المجاز التركيبي العقلي، قولهم: سرني زيد يقول لعمر ماذا؟ يقول أحياني، عفوا، يقول أحياني اكتحالي بطلعتك، أحياني اكتحالي بطلعتك. فإن نسبة الإحياء إلى هذا الشخص تجوز، لأن الذي أحياه يحيي هو الله سبحانه وتعالى. وابن الحاجب يقول: لا، هذا مجاز في المفردات ليس في التركيب، لأن أحياني تجوز عن سرني، اكتحالي تجوز عن رؤيتي، بطلعتك تجوز عن وجهك. فالمجاز في المفردات وليس في التركيب. لكن المذهب هذا يعني فيه شيء من التكلف، وقد يعجزون عن الجواب عن كثير من أمثلة المجاز العقلي. قال: نعم، انتهى، تفضل يا شيخ. واللفظ، واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة، ليس حقيقة ولا مجازا، إذ هو لم يوضع للحقيقة أو المجاز إلا بعد الاستعمال. والحقيقة لا تستلزم المجاز، أعني لا يلزم من وجود الحقيقة وجود المجاز، وفي العكس خلاف، أعني أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ قال في التمهيد والروضة والواضح: المجاز يستلزم الحقيقة، وقيل لا يستلزمها، وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف، وذكر بعضهم عدمه عن المحققين، واختاره الآمدي. نعم، أحسنت. هذه مسألتان، الذي قرأناه الآن مسألتان. المسألة الأولى: اللفظ بعد وضعه من قبل العرب وقبل أن يستعملوه، هل يوصف بأنه حقيقة أو مجاز؟ وهذه المسألة افتراضية محضة، يعني من حيث الواقع
يعسر بل يتعذر وجودها، اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. لماذا لا يوصف؟ لأن الحقيقة والمجاز فرعان عن الاستعمال. إن استعملت الشيء في موضوعه الأصلي سمي حقيقة، وإن استعملته في موضوعه الثاني لعلاقة سمي مجازا. فالحقيقة والمجاز فرعان عن استعمال المتكلم. فاللفظ حينئذ بعد وضعه وقبل استعماله لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. لكن كما قلنا أن هذا بعيد جدا، فهل يمكن، هل يتصور أن اللفظ تضعه العرب ولا تستعمله؟ يمكن هذا أن تضع لفظا الهمزة والسين والدال أسد ولا يستعمله في أي شيء، يقول هو موضوع الآن ثم بعد ذلك ننظر كيف نستعمله، هل يتصور هذا؟ يعني هذا بعيد جدا. فلا يتصور انفكاك، لا يتصور انفكاك الوضع عن الاستعمال. الوضع والاستعمال متلازمان والله أعلم. تفضل يا شيخ. ما لا يوجد، ما مثلوا ولا يمكن أن يمثلوا له. نعم. ثم قال: والحقيقة لا تستلزم المجاز. هذه مسألة أخرى، هل الحقيقة تستلزم مجازا؟ بمعنى ما دام وجدت حقيقة فابحث عن مجازها، فلا بد لكل حقيقة من مجاز. هل هذا صحيح أو لا؟ فيه خلاف على قولي. فقال: والحقيقة لا تستلزم المجاز، أعني لا يلزم من وجود الحقيقة وجود المجاز. وحكاه بعضهم إجماعا أن الحقيقة لا تستلزم المجاز. لماذا؟ لأن الحقيقة هي الاستعمال في الموضوع الأصلي، ولا يلزم من استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي، يعني في موضوع، لا يلزم من استعمال اللفظ في موضوع أن يوضع للفظ أن يستعمل في موضوع ثان. لا يلزم من استعمال لفظ في موضوع، أي في معنى، لا يلزم منه أن يستعمل في موضوع ثاني. يعني ما يلزم العرب إذا استعملوا اللفظ مرة أن يقولوا لا بد أن تعيدوا الكرة وتستعملوا هذا اللفظ استعمالا ثانيا في معنى لعلاقة بالمعنى الأول. هل يلزمهم ذلك؟ لا، ما يلزمهم هذا. ومع ذلك فقد خالف بعض المعتزلة وقالوا كل حقيقة لها مجاز، كل حقيقة لها لا بد لها من مجاز. ثم قال: وفي العكس خلاف. طبعا هو قال خلاف يتضمن أن الصورة الأولى ليس فيها خلاف، لأنه أطلق الكلام ثم قال: وفي عكسها خلاف، وكأنه يقول: وأما المسألة الأولى فلا خلاف فيها. والحقيقة أن فيها خلافا، لكنه خلاف شاذ لا يقدح في الإجماع. وفي العكس خلاف. ما هو العكس؟ أن المجاز يستلزم الحقيقة. إذا وجدنا استعمالا مجازيا فنقول لا بد له من حقيقة تفرع هذا المجاز عنها. قال في التمهيد، قال أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله في التمهيد، وقال في الروضة، يعني شيخ موفق الدين رحمه الله، وقال في الواضح، يعني أبا الوفاء علي بن عقيل رحمه الله، وأيضا هو مذهب كثير من الشافعية وكثير من المالكية، قالوا: المجاز يستلزم الحقيقة. أكثر العلماء على هذا القول، جمهور العلماء أن المجاز يستلزم الحقيقة. لماذا يستلزم الحقيقة؟ يعني يستلزم بمعنى ماذا؟ يوجب أن يكون لهذا اللفظ حقيقة فابحث عنه. قالوا: لأن المجاز فرع الحقيقة، والفرع يستلزم أصلاً تفرع عنه. كيف يكون فرعاً بلا أصل؟ يمكن هذا؟
ما يتصور هذا أصلا، ما دام أنه فرع فلا بد من وجود أصل تفرع عنه. قال وقيل، هذا المذهب الثاني، لا يستلزمها، يعني أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، وبنوه على المسألة التي سبقت قبل هذه المسألة. قالوا لأن اللفظ يوضع ولا يستعمل، فلا يوصف بحقيقة ولا يوصف بمجاز، وحينئذ يسوق أن يستعملوه في أحد المعنيين وهو المجاز هنا، ويترك استعماله في المعنى الآخر وهو الحقيقة. لكن سوف نعرف ضعف الدليل لضعف ما أخذه، صح؟ يعني ما استند عليه هو كما قلنا مجرد خيال، وحينئذ يكون الدليل ضعيفا. ثم قال وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف، أي قولان، أي عندهم قولان في المسألة. ثم قال وذكر بعض المحققين، قال وذكر بعضهم عدمه عن المحققين، وذكر بعض الأصوليين كابن الساعاتي، مظفر الدين ابن الساعاتي وغيره، نسبوه للمحققين، نسبوا عدمه. ما معنى عدمه؟ عدم استلزام المجاز الحقيقة، نسبوه إلى المحققين. ثم قال واختاره الآمدي، يعني اختار هذا القول أن المجاز لا يستلزم الحقيقة. نعم، هو اختيار الآمدي واختيار ابن الحاجب واختيار البيضاوي وجماعة من العلماء، إلا أن الأكثرين على أن المجاز يستلزم الحقيقة. والمجاز واقع عند الأكثر خلافاً لأبي العباس ابن تيمية والاستاذي وغيرهما، وعلى الأول من كونه واقعاً المجاز أكثر، أي أغلب وقوعاً من الحقيقة. قال ابن جني أكثر اللغة مجاز، قال ابن جني أكثر اللغة مجازاً. قال أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وقال وأول من تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة، ولم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا مجازا يعبر به عنها، وهو أعني المجاز في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم. قال أحمد في قوله تعالى إنا نحن، هذا من مجاز اللغة. وأبو العباس على الجائز في اللغة، ومنع منه أي من المجاز في القرآن بعضهم، وهو بعض الظاهرية وابن حامد، وحكاه الفخر إسماعيل رواية، وحكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابنا، وحكي عن ابن داود منعه في الحديث، وهو قول الظاهرية أيضا. أحسنت. قال نعم والمجاز واقع، ذكر مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي هل المجاز واقع أم لا، وأراد بقوله واقع يعني في اللغة، وإن لم يذكره في صدر المسألة ولا في أثنائها، لكن مقصوده هل المجاز واقع في اللغة. لماذا؟ لأنه عطف عليه مسألة ثانية فقال ومنع منه في القرآن بعضهم، فدل الإطلاق الكلام الأول على أن المراد أنه واقع في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة، يعني أن أصحاب المذهب الأول عمموا وقوع المجاز فرأوه واقعاً في لغة العرب في شعرها ونثرها، وواقعاً في الكتاب العزيز، وواقعاً في السنة المشرفة. ما دليلهم؟ دليلهم على الجواز الوقوع، وخير أدلة الجواز الوقوع، فيستدلون بالأمثلة الكثيرة جدا، ما مضى معنا أمثلة كثيرة للمجاز، وبعضها في الكتاب العزيز كما مر معنا.
قال واقع عند الأكثر، نعم هو قول أكثر العلماء. ثم قال خلافا لأبي العباس بن تيمية والأستاذ وغيرهما، خلافا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وللأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني رحمه الله وهو من الشافعية. قال وغيرهما كأبي علي الفارسي من علماء العربية وكابن القيم من الفقهاء، وجماعة قليلة من العلماء أنكروا وقوع المجاز، وإن كان أبو علي الفارسي يختلف كثير من علماء اللغة في ثبوت صحة القول بنفيه المجاز، فمنهم من ينقله عنه ومنهم من ينكره، ومنهم من ينكر أن أبا علي يقول بنفي المجاز لأن تلميذه ابن جني لم ينقله عنه وهو أعرف بمذاهب شيخه. ثم قال وعلى الأول، ما هو الأول؟ كونه واقعا، يعني وعلى هذا المذهب الأول في المسألة وهو كونه واقعا في لغة العرب، المجاز أكثر أي أغلب وقوعا من الحقيقة، يعني هذا المذهب اختيار المؤلف رحمه الله تبع فيه من ابن جني كما ذكر، قال ابن جني أكثر اللغة مجاز، هذه دعوة أن أكثر اللغة مجاز، وغيره غير ابن جني وغير المصنف يعني أكثر العلماء على أن أكثر اللغة حقيقة، لكن ابن جني ماذا يقول؟ يعني تفسير مذهب ابن جني، حتى لأنه قد يقال كيف يقال إن أكثر اللغة مجاز وأمثلة المجاز محصورة، أنت مهما نظرت من كثرة أمثلة المجاز فهي لا تأتي عشرا معشار الأساليب الحقيقية في الكلام، فقال لأن كون الشيء حقيقة أو مجاز تبع للأسلوب السياق الكلام التركيب المستلزم للنسبة والإسناد، كما قلنا معنى الإسناد الإسناد الحكمي، إسناد حكم إلى شخص إلى ذات، وهذا الإسناد هو فعل، والأفعال عامة استعمالها مجازات. لماذا؟ أنت تقول سافر زيد، فسافر طبعا نحن نصور فقط مقصود ابن جني، وإلا فتصوره يغني عن ضعفه عن بيان ضعفه. يقول هذا الفعل سافر حقيقته ماذا؟ وجود كل الفعل منسوبا إلى زيد، يعني كل سفر في الدنيا، سافر بمعنى كل سفر في الدنيا منسوب إلى زيد، وهل هذا صحيح؟ قال هذا ليس صحيح، لأن الذي وقع منه بعض السفر وليس كل سفر في الوجود. مثلا أكل عمرو، قال أكل حقيقته جميع هذا الفعل، فما من أكل في الدنيا إلا وأنت تنسبه إليه، وهذا محال، فحينئذ نرتكب المجاز ونقول يعني بعض الأكل صدر من عمرو، بعض الأكل صدر من عمرو، فيطلق الكل ويراد البعض، وهذه صورة من صور المجاز، إذن أكثر اللغة مجاز. ثم قال أبو العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، نعم هذا لا شك فيه أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، فلهذا يوصف اللفظ بأنه حقيقة وتارة يوصف بأنه مجاز، ومعنى عوارض الألفاظ يعني ما يعرض للألفاظ، يعني صفات عارضة للألفاظ تطرأ وتزول، توجد وتنعدم، هذا معنى عوارض الألفاظ. ثم قال وأول من تكلم بلفظ المجاز، بلفظ المجاز ما قال بمعنى المجاز، لاحظوا عبارته رحمه الله، يقول وأول من تكلم بلفظ المجاز يعني بالمادة، مادة اللفظ اللي هي الميم والجيم والألف والزاي، مجاز أو ما يشتق منها، أول من تكلم بلفظة المجاز من هو؟ أبو عبيدة معمر ابن المثنى من النحاة المشهورين، عاش 100 عام،
ولد سنة 110 وتوفي سنة 209 وقيل 210 هجرية. ثم قال: ولم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. لم يعني بالمجاز في كتبه خصوصاً كتابه مجاز القرآن، كتاب مطبوع، لم يعني به المجاز الذي هو مقابل الحقيقة، يعني لم يعني به مصطلح المجاز عند الأصوليين وعند أهل البلاغة وغيرهم، وإنما عنا مجازاً، وإنما أراد مجازاً يعبر به عنها، أي عن الحقيقة، يعني نجاوز هذا المعنى إلى معنى آخر، أو كأنه يقول تأويل هذه الآية كذا، تفسيرها كذا، أن دعوا للرحمن ولدا، فيقول ماذا؟ مجازه، هكذا يقول في كتاب مجاز القرآن، مجازه أن جعلوا للرحمن ولدا، فهو كالتفسير وليس المجاز المصطلح عليه عند المتأخرين. ثم قال: وهو أعني المجاز في القرآن، يعني بعد أن نقول المجاز واقع في اللغة، فهناك مسألة أخرى: هل المجاز واقع في الكتاب العزيز؟ فنقول اختلفوا أيضاً على قولي. فقال: والمجاز في القرآن واقع عند أكثر أصحابنا، بل هو قول أكثر العلماء. قال أحمد، الآن يريد ماذا؟ أن يبين أنه معتمد المذهب، يعني كأنه يقول الصحيح من مذهب الحنابلة أن المجاز واقع في القرآن، والدليل على هذا أن إمام المذهب نص عليه، فقال في قوله تعالى: إنا نحن، قال هذا من مجاز اللغة، لأن نحن في أصل اللغة للمتعدد، والمراد هنا الله سبحانه وتعالى الفرد الصمد سبحانه، فقال هذا من مجاز اللغة. هكذا استدل من أراد أن يقول إن المعتمد في المذهب هو وقوع المجاز في القرآن. لكن ماذا تأوله أبو العباس؟ قال: وأبو العباس، يعني وفسر أبو العباس بن تيمية رحمه الله كلام أحمد بأن المراد الجائز في اللغة، هذا من مجاز اللغة، يعني مما يجوز في اللغة استعماله، وإذا جاز استعماله فليس شرطاً أن يكون المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. واللغة تشهد لهذا التفسير، يعني من حيث اللغة تفسير المجاز بالجائز هذا صحيح في لغة العرب. نعم. ثم قال: ومنع منه، أي من المجاز في القرآن، بعض العلماء. ثم قال: وهو، كلمة وهو تفسير للبعض، يعني هؤلاء البعض من هم؟ قال: وهو، أي البعض، هم بعض الظاهرية، وابن حامد بن الحنابلة، أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي المتوفى سنة 403 هجرية، وحكاه الفخر إسماعيل، فخر الدين إسماعيل المتوفى سنة 610 هجرية، أيضاً من فقهاء الحنابلة، حكاه فخر الدين إسماعيل، حكاه رواية، يعني عن الإمام أحمد، وحكاه أبو الفضل التميمي، وأبو الفضل هو ابن أبي الحسن التميمي الذي يذكر في الروضة، تقرأون في روضة الناظر: وقال أبو الحسن التميمي، هذا ابنه عبد الواحد. قال: حكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابنا، وهو أيضاً قول بعض الشافعية وقول بعض المالكية، يعني المنع من وقوع المجاز في القرآن. قال أيضاً: وحكي عن ابن داود، وابن داود من الظاهرية، يعني ذكر، هو قال بعض الظاهرية في أول الكلام ثم ذكر في آخر الكلام، لا عفواً، هو ذكر في آخر الكلام شيئاً آخر. قال: وحكي عن ابن داود منعه في الحديث خاصة، فيكون مذهباً ثالثاً في المسألة. إذن منعه في القرآن هو مذهب ثاني بعد القول بجوازه في القرآن، والمذهب الثالث منعه في الحديث خاصة. قال: وهو قول ابن داود، ابن داود يعني أبا بكر ابن داود الظاهري،
متوفى سنة 297 هجرية، وهو ابن داود صاحب المذهب الظاهري، هذا ابنه خلف أباه في رئاسة المذهب الظاهري. والذين منعوه في القرآن قالوا لأن المجاز يصح نفيه، وليس شيء من القرآن يصح نفيه. والذين منعوه في الحديث دليلهم أن قالوا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة السنة التبيان البيان، والمجاز فيه إلباس، ليس فيه بيان، فيه إلباس. فحينئذ ما يصح أن ينسب إلى الحديث هكذا قالوا. أما دليل الجمهور فواضح، وهو وقوع الأمثلة الكثيرة في نصوص الكتاب والسنة وإرادة المجاز. واخفض لهما جناح الذل، ليس مجازا؟ مجاز. والأمثلة سبقت معنا، إني أراني أعصر خمرا، ولأصلبنكم في جذوع النخل، والمراد على جذوع النخل، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة جدا. نعم، تفضل يا شيخ. وقد يكون أي المجاز في الإسناد خلافا لقوم، كقولهم أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. فإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني، مثاله في الأفعال ونادى أصحاب الجنة أي ينادي، واتبعوا ما تتلو الشياطين أي تتلوه، وفي الحروف فهل ترى لهم من باقية أي ما ترى. ولا يكون في الأعلام، قاله ابن عقيل في الواضح خلافاً للغزالي في متلمح الصفة بفتح الميم الثانية كالحارث، يقال إنه مجاز لأنه لا يراد منه الصفة. نعم، أحسنت. قال وقد يكون أي المجاز في الإسناد، يعني كما أن التجوز يكون في المفردات مثل رأيت أسداً، أنت تريد رأيت رجلاً شجاعاً، أسد تجوز في اللفظة، كما أن المجاز يكون في المفردات فهو أيضاً يكون في الإسناد، يكون في الإسناد. ومعنى المجاز في الإسناد أي في النسبة، في النسبة الحكمية، بمعنى أن الألفاظ في هذا التركيب لا زالت على حقائقها مستعملة في حقيقتها، إنما التجوز في النسبة الإسناد. انظر مثلا البيت الشعري هذا، أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. الغداة أول النهار، والعشي آخر النهار أو أول الليل، وكأنه يقول أشاب الصغير، جعل الصغير يشيب، وأفنى الكبير مرور الأيام، كر الغداة ومر العشي يعني مرور الليالي والأيام. كل هذه الألفاظ مستعملة في حقائقها، أشاب والصغير وأفنى والكبير إلى آخره، كل لفظة من هذه الألفاظ استعملت في حقيقتها. فأين التجوز؟ في النسبة، نسبة الإشابة والإفناء إلى الزمان، وإنما الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجعل الولدان شيبا ويفني الكبار وغير الكبار. وأحسن من هذا البيت التمثيل بقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، نسب الإشابة إلى اليوم الذي هو يوم القيامة، بينما الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى ينزع عنهما لباسهما، من هو الذي ينزع؟ إبليس. لكن هذا مجاز،
لأن إبليس لم ينزع اللباس، الذي فعل النزع هو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر ذلك. واضح معنى المجاز؟ نعم. ويسمى هذا المجاز العقلي عند أكثر العلماء، وبعضهم يعتبره لغوي، لغوياً لا عقلياً، لأنه يتوقف على لغة العرب ووضعها. ثم قال: وفي الأفعال والحروف، يعني ويصح دخول المجاز في الفعل ويصح دخوله في الحرف. قال: وفاقاً لابن عبد السلام العز، ابن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله، الإمام المجتهد الفقيه الشافعي المتوفى سنة 660 هجرية. قال: والنقشواني، هذا يعني صعب ضبطه، لأن هذه الذي ترونها القاف والشين ليست قافاً ولا شيناً، وإنما هي قاف فارسية وشين أو جيم فارسية. فالقاف هذه تنطق قاء، يعني تنطق بحرف بين القاف والكاف، ما تقول النق، ها تقول النق، ها بحرف بين الكاف والقاف، وهو ليس من حروف العرب، وإنما من حروف اللغات، بعض اللغات الأعجمية. والشين هذه تضغط عليها قليلا لأنها جيم فارسية، النقشواني هكذا بحرف بين الجيم والشين، وضبطها بالضم، يعني النون هذه مشددة مفتوحة، وهذه التي على صورة القاف ساكنة، وهذا الذي على صورة شين مضمومة، ونطقها كما أسلفنا. لكن الأمر يسير، يعني لو نطقتها على وفق لسان العرف الأمر يسير. ونجم الدين النقشواني هذا هو صاحب تلخيص المحصول، له كتاب لخص فيه وهذب وزاد واعترض على محصول فخر الدين الرازي، وتوفي نحو سنة 651 هجرية أو بعدها. ثم قال: مثاله في الأفعال: ونادى أصحاب الجنة، نادى فعل ماضي، والفعل الماضي غير فعل المضارع، الماضي يدل على حصول الشيء من قبل، أما المضارع فيدل على ماذا؟ حصوله في الحال أو حصوله في المستقبل. فأطلق الماضي وأراد المستقبل، يعني أطلق الحال الماضي وأراد الحال المستقبل، يعني سينادي في يوم القيامة أصحاب الجنة. ومثله: أتى أمر الله، يعني سيأتي، بدليل قوله: فلا تستعجلوه. ولو كان شيء حصل من قبل كيف يقال لا تستعجلوه؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي فلا تستعجلوه. وقول الحطيئة: شهد الحطيئة يوم يلقى ربه، إن الوليد للج في الهجر. شهد بمعنى سيشهد، لأنه لم يأتي لقاء ربه كما قال. وأيضا استعمال الظن بمعنى العلم والعكس: إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت يعني أيقنت وعلمت، وليس المعنى حسبت. ويأتي العكس: العلم بمعنى الظن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالعلم هنا يعني متعسر أو متعذر، وإن المراد فإنما ظننت، فإن ظننتموهن مؤمنات. ثم قال: وقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، هذا عكس الذي قبله صح، تتلو مضارع وأراد الماضي، يعني اتبعوا ما تلته الشياطين من قبل. وقال بعد ذلك: وفي الحرف، يقع المجاز في الحرف، كقوله تعالى: فهل ترى لهم من باقية. هل حقيقتها الاستفهام الذي يطلب المتكلم جوابا، وهل هو هذا مراد هنا؟ تعالى الله علوا كبيرا، المراد بها النفي، يعني ما ترى لهم
من باقية. وقول الشاعر بين الدخول فحوملي، قفا نبكي إلى أن قال بين الدخول فحوملي، والمراد وحومل، ليس المراد التعقيب هنا، لا يوجد تعقيب. لأصلبنكم في جذوع النخل، فهل يصلبهم في جوفها؟ لا، وإنما يعني لأصلبنكم على جذوع النخل، وهذا مجاز. ثم قال ولا يكون في الأعلام، لا يكون المجاز في الأعلام، الأعلام الشخصية يعني زيد وعمر وبكر إلى آخره، اللي تصور فيها مجاز لا يتصور. لماذا؟ لعدم النقل، لأن المجاز ماذا يحصل فيه؟ نقل من المعنى الحقيقي إلى المجازي وعلاقة. وهل إذا سميت شخصاً زيداً أنت نقلته لعلاقة؟ لا، لم تنقله ولا يوجد أيضاً علاقة. نعم. وكذلك الأب إذا سمى أحد أولاده بكراً أو عمراً كذلك لا يقال أنه مجاز، لأنه لا يوجد نقل ولا علاقة. عندك سؤال؟ نعم، جزاك الله خير. نعم، قد يفرق بين الأسماء المرتجلة والأسماء المنقولة. المرتجلة طبعا يعني التي من حين استعملت استعملت في الذات في العلم، وأما المنقولة فهي التي استعملت في غير العلمية ثم استعملت علما كمنصور مثلا وجميل. نعم، جزاك الله خير، يفرق بهذا. نعم، قال ولا يكون في الأعلام قاله ابن عقيل في الواضح خلافا للغزالي في متلمح الصفة، يعني خلافا للغزالي ليس مطلقا، ليس في كل اسم خالف أبو حامد الغزالي رحمه الله، لا، إنما خالف الغزالي رحمه الله في هذه المسألة في نوع من الأسماء، وهو الأسماء التي يتلمح فيها الوصف. التلمح يعني الإشارة، يعني فيها إشارة إلى الوصف. قال كالحارث يقال إنه مجاز. لماذا؟ قال لأنه لا يراد منه الصفة. الصفة ما هي؟ الحرف. وكذلك زارع، لو شخص اسمه زارع أو شخص مثلا اسمه حداد أو كريم إلى آخره، هذه الأسماء التي يتلمح فيها الوصف، فيها إشارة الوصف. فالغزالي قال هذا مجاز. لماذا؟ لأن هذا الوصف، الاسم هذا المنقول، العرب أصلا استعملت حارث اسم فاعل في من يحرث. فإذا جئت وسميت ابنك حارثا فإنك تكون استعملته في غير الذي استعملته فيه العرب استعمالا أولا، فيصير مجازا. طبعا هكذا قال رحمه الله. نعم، تفضل يا شيخ. ويجوز الاستدلال به أي بالمجاز، ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزغواني. ولا وابن الزغوني وابن الزغوني الزغوني الزغوني. نعم، وابن الزغوني ولا يقاس عليه أي على المجاز، ذكره الطرطشي الطرطوشي أحسن الله ذكره الطرطوشي الطرطوشي إجماعا، فلا يقال سل البساط بالضم، طبعا الطرطوشي بضم الطاء، وذكره الطرطوشي إجماعا. نعم، ذكره الطرطوشي إجماعا فلا يقال سل البساط، ذكره ابن عقيل وقيل بل يقاس عليه، ذكره ابن الزقوني عن بعض أصحاب ابن الزقوني عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا على ما يأتي آخر الفصل. أحسنت. قال ويجوز الاستدلال به، الضمير في به يرجع إلى ماذا؟ فسره المصنف وهو المجاز، يعني يجوز أن تستدل بالمجاز في الشرع، يجوز كما تستدل بالحقيقة لأنها لغة العرب
فيجوز أن تستدل بالمجاز لأنه لغة العرب، وكما أن الحقيقة سائغة فالمجاز سائغ. فمثلا تستدل بوجوب التواضع مع الوالدين، تواضع الولد مع والديه، بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، وهو استدلال بمجاز، وإنما أراد التواضع والانكسار بحضرة الوالدين. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما قال ولا تجامعوهن، قال ولا تقربوهن، فالتعبير بالقربان مجاز، وإنما المراد خصوص الجماع العلاج فهو مجاز، فتستدل به على منع جماع الحائض. فالاستدلال بالمجاز سائغ وواقع وجائز بإجماع العلماء. قال ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل البغدادي وأبو الحسن بن الزاغوني المتوفى سنة 527 هجرية من فقهاء الحنابلة. ثم قال ولا يقاس عليه، هذا شروع في مسألة أخرى، ولا يقاس عليه أي على المجاز، ذكره أبو بكر الطرطوشي من فقهاء المالكية المتوفى سنة 520 هجرية، ذكره إجماعا، يعني حكى فيه الإجماع أنه لا يجوز القياس على المجاز. ثم مثل له فقال لا تقل سل البساط، أو تقول اسأل الحصير، وأنت تريد اسأل صاحب البساط وصاحب الحصير، فتقول من أين لك هذا المجاز؟ فتقول أقيسه على قوله تعالى واسأل القرية، فهل يصح هذا؟ فقال لا يصح. ذكره ابن الزاغوني قال عفوا وقيل بلى يقاس عليه، ذكره ابن الزاغوني عن بعض أصحابنا، ما دليلهم الذين جوزوا القياس على المجاز؟ قال بناء على ثبوت اللغة قياسا على ما يأتي آخر الفصل، يعني بأن مقتضى تجويز القياس في لغة العرب أنه يجوز في الحقيقة ويجوز في المجاز. نعم، كما جاز في الحقيقة يجوز في المجاز، لأن الحقيقة والمجاز كليهما لغة العرب، وإذا جاز القياس في اللغة فيجب التعميم. قال وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، نعم تفضل يا شيخ. وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. نعم إلى هنا، عشان بعد ذلك أطال في المسألة التي تليها. قال وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، هذه قاعدة فيها خلاف. إذا دار اللفظ بين احتمال الحمل على الحقيقة وبين احتمال حمل اللفظ على المجاز فأيهما يكون أرجح؟ المجاز. طيب لماذا؟ مع أن الاشتراك فيه حمل لللفظ على حقائقه والحقيقة أشرف من المجاز، فلماذا قدموا المجاز؟ قالوا لأن المجاز ليس فيه إخلال بالفهم، لأنه إن انعدمت القرينة حملت على الحقيقة، وإن وجدت القرينة حملت على المجاز، فأين الإشكال؟ لا يوجد إشكال. لكن الاشتراك اللفظي فيه إخلال بالفهم، لأن المعاني المتعددة لللفظ الواحد كلها على سبيل الحقيقة، وهذا يوجب التوقف لأنه يكون مجملاً، فيوجب عدم العمل بالآية أو الحديث. ولا شك أن الأصل في النصوص الشرعية هو الإعمال لا الإهمال، فصار المجاز من هذا الوجه أرجح من المشترك اللفظي. طبعاً والمسألة فيها خلاف، خالف الآمدي وغيرهم من الأصوليين وقالوا إن المشترك أرجح من المجاز.
مثال ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نكح، هذه اللفظة لها معنيان: معنى حقيقي وهو العقد، عقد النكاح الشرعي المعروف، ومعنى مجازي وهو الوطء، لأن هذا المعنى اللغوي الذي صار، يعني الذي كان حقيقة لغوية صار مجازا شرعيا، يعني صار بالنسبة للنكاح في لسان الشرع مجازا. فإذا أطلق النكاح في لسان الشرع ينصرف إلى العقد وصار هو حقيقته. هذا قول. إذن القول الأول نأتي ونقول ماذا؟ أن نكح يحتمل المجاز وهو الوطء، ويحتمل الحقيقة وهو العقد. ومن ثم نحمل على ماذا؟ يعني نحمل على ماذا؟ على الحقيقة، إلا إذا صح استعماله في حقيقته ومجازه. ويأتي آخرون فيقولون: نكح لها معنيان متساويان، كلاهما حقيقة في مدلول اللفظ، وهو النكاح والوطء. وهذا يوجب التوقف، لأنه لا يصح استعمال المشترك في كل معاني. فنقول القول الأول يكون أرجح، من ادعى أن نكح لها حقيقة ولها مجاز أولى من قول من قال إن نكح لها حقيقتان اثنتان. لماذا؟ لأنه بناء على المذهب الأول ماذا تقول؟ تقول إن نكح هنا بمعنى عقد، فلا يجوز نكاح من عقد عليها أبوك. وكما قلنا لا يصح حينئذ حملها على المجاز إلا مع وجود قرينة، إلا عند من يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. لكن أصحاب المذهب الثاني يوجبون توقف الآية وطلب القرائن المرجحة لأحد الحقائق أو لأحد الحقيقتين في هذه الصورة. ولا شك أن العمل بالنص أولى، وعدم التوقف فيه أرجح من التوقف فيه. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.